وحيث سقطت هذه الذريعة فماذا يتبقى لهؤلاء المثبطين من ذرائع لإخماد ثورة الشيعة على رموز الباطل؟ لا يتبقى لهم إلا ما هو دخيل علينا من أفكار المخالفين. دعوني أوضح. بعض المحسوبين علينا مع شديد الأسف ضعيفو الإيمان، ضعيفو القلب، حريصون على الدنيا، لذا حينما يعيشون في أوساط المجتمعات البكرية أو حين يتعاطون مع البكريين تراهم يتلونون بلونهم تماما كالمسلم الذي هو ضعيف الإيمان والقلب. حينما يعيش مثلا في وسط مجتمع نصراني فإنه مع مرور الوقت يتلون بثقافة ذلك المجتمع، يبدأ يفكر كما يفكرون وينطق كما ينطقون ويلبس كما يلبسون ويفعل ما يفعلون إلى أن يرتد عن دينه. هذا ما يفسر مثلا أننا نجد في لبنان على سبيل المثال، نجد أنه في لبنان عوائل نصرانية كان أجدادها مسلمون، بل بعض هذه العوائل النصرانية تنتسب إلى السادة من بني هاشم للعلم. هذا لماذا وقع هذا؟ لذوبان هؤلاء في مجتمعاتهم، تلون هؤلاء بلون الآخرين. القضية نفسها تقع حينما يتماهى الشيعي الضعيف مع البكريين. إذا لم يكن هذا الشيعي قوي الإيمان، صلب العقيدة، شجاعا في نفسيته، لا يهتم بالدنيا وإنما اهتمامه بالآخرة، إذا لم يكن الشيعي على هذه الصفة فإنه مع مرور الوقت يرى نفسه غريبا ناقصا شاذا وسط مجتمع بكري أو وسط موجة بكرية طاغية، حتى إن كان يعيش في مجتمع شيعي. في كثير من الأحيان تطغى على ذلك المجتمع الشيعي موجة ما قادمة من مجتمعات البكريين، كالموجة القومية مثلا أو الموجة الشيوعية أو الموجة الإخوانية نسبة إلى ما يسمى بالإخوان المسلمين. هذه موجات تدخل علينا فتجرف معها كل ضعاف الإيمان من الشيعة، فتراهم ينساقون وراءها، وبعد برهة تراهم يدافعون عنها وتراهم ينظرون لها أيضا. هذا ما حصل في العراق مثلا، راجعوا أنتم تاريخ الشيعة الحديث في العراق، تجدون أنه في حقبة ما طغت على الشيعة الموجة الشيوعية، فصار حتى بعض أبناء المراجع شيوعيين، بعض المعممين في النجف الأشرف كتب رسائل مضمونها أن الشيوعية لا تناقض الإسلام. تخيلوا. ثم في حقبة أخرى طغت موجة قومية، فصار بعض المعممين والخطباء الشيعة قوميين ينادون بالعروبة ويشتمون الشعوبية، ويأتيك أحدهم على منبر الحسين عليه السلام يردد سفاسف القوميين ويتمنطق بمنطقهم ويتنكر لهوية التشيع الحقيقية لكي يرضي المخالفين العروبيين،
ثم يصبح بقدرة قادر عميدا للمنبر. ثم في حقبة أخرى طغت على المجتمع الشيعي في العراق موجة الإخوانية. ولما أقول المجتمع الشيعي أعني مجتمع النخب. طغت على هؤلاء موجة الإخوانية القادمة من طرف البكريين، فصار بعض المعممين أيضا يحملون فكر الإخوان المسلمين ويتمنطقون بمنطقهم، وجاءك أحدهم ليعلن مرجعيته المشؤومة وليؤسس لك حزبا إخوانيا بثوب شيعي ينخر في العقائد الحقة ويهدم الثوابت ويميع العقيدة. ثم هذا الحزب ينجب لك من الشياطين ما يفرح به إبليس إلى يومنا هذا. والآن هناك موجات كثيرة، منها مثلا الموجة الانحلالية. تلاحظ مثلا أن بعض أبناء المعممين الذين استقروا في أمريكا أو أستراليا بدأ هؤلاء أيضا يصطبغون بلون تلك المجتمعات، وها هم يخلقون لك الآن عبر مساجد وقنوات فضائية يخلقون لك إسلاما على الطريقة الأمريكية. هكذا ترى ذلك الشاب المعمم اللطيف يجلس في الاستوديو مع المذيعة التي هي من الناحية الشرعية متبرجة، يعني في حكم الشرع هي متبرجة، لكنها عند هذا المعمم وعندهم هناك تعتبر محجبة هذه، وكأن الحجاب هو فقط قطعة القماش هذه التي توضع على الرأس. وتجد هذا المعمم اللطيف وأشباهه يتبادلون التفكه مع الفتيات أمام الشاشات وكأن الحياء انعدم وكأن أحكام الشرع ماتت. هذه هي حال بعضنا مع الأسف، يميلون مع كل ريح ويتلونون بكل لون حسب الموجة الطاغية أو الموضة السائدة أو بحسب ما يقتضيه تحقق المواءمة بينهم وبين من يعيشون معهم أو يطمحون لأن ينالوا منهم شيئا من دنياهم.